بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامج كلوزر، دائما حاضرين بالاخبار الفنيه، حاضرين في نفس التوقيت على تلفزيون لينا. ونقول مساء الخير يوسف. مساء الخير ايمان، مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا. حلقه جديده من كلوزر راهي بدات، ولازم نبداو بابرز العناوين. ربي يشفي خويا تقي الدين في مستشفى امراض العقليه بليدة. تخيلوا حجم البشاعة كممثل يطلب مقابل مادي باش يجوز في برنامج كيما فيها خير. اللي يخدم بزاف واللي يكون بيان في الخدمة يدوه لكندا. الثمن يعني غير معقول. إذا هضرنا عن الثمن تاع الحقيبة، كاين ماركات عالمية وين تفوت هذاك الرقم. مقدم برنامج فيها خير هشام قفا خرج فيديو وين زعف وتقلق من فنان عرضها للبرنامج. نعرفوا باللي برنامج فيها خير ذو طابع انساني وخيري بالدرجه الاولى، لكن ما كانش يسنى فيها انه هذه الفنانه راح تطلب منه مبلغ مالي لحضور البرنامج. نقولوا باللي في الفيديو ولا التعليقات قالوا باللي نوميديا للزول او هيفا رحيم هي اللي راح تهضر ولا هي اللي طلبت منه هذا المبلغ المالي. احنا من برنامج كلوزر ناكد لكم باللي الاسمين لا علاقه لهما بالفنانه اللي ذكرها هشام في الفيديو. إيمان، هشام كان يسنى في تفاعل كبير من الفنانين، قال باللي تاني في الفيديو تاعه انه فنانين بزاف طلبوا هما يحضروا البرنامج، كما كان الناس اللي ما كانتش ولا وقتها ما يكفيهاش باش تشارك في هذا البرنامج، لكن الصدمة تاعه كانت في الناس اللي طلبت دراهم باش تحضر هذا البرنامج الخيري. تخيلوا يعني برنامج فيها خير، برنامج خيري، الفنانين يجيو باش نوظفوا الشهرة تاعهم في حاجة إيجابية ونقدروا نعاونوا هاد الناس. تخيلوا كاين فنانة من فنانات ممثلة صاعدة يعني برزت تقريبا عندها عام في عمل من الأعمال الرمضانية، وكانت يعني من خريجي برامج اكتشاف الهواة اللي كنت أنا موعد في هذاك البرنامج وكنت من فريق إعداد البرنامج هذاك. تخيلوا انه طلبت مقابل مادي باش تجوز في برنامج فيها خير. تخيلوا حجم البشاعة كممثل يطلب مقابل مادي باش يجوز في برنامج كيما فيها خير. تخيلوا انه انسان يطلب مقابل مادي باش يجوز في برنامج نعاونوا فيه خالتي سعيدة ولا سعاد ولا خالتي مليكة ولا ربح ولا اي واحد من هاد الناس. نروحوا مشاهدينا الكرام الى مسلسل يما في الجزء الثاني اللي عنده نسبه مشاهده كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. رانا نشوفوا ايمان في المشاهده راهي تزيد في كل مره. هذه المره الجمهور تصدم بالقرار اللي اتخذه محمد رغيس لما نشر فيديو ليه على الانستغرام وقال انه راح يعتزل التمثيل هنا في الجزائر. ايمان، محمد رغيس حدد باللي راح يعتزل هنا في الجزائر وفقط. يا ترى ايمان راح يكون في رايك انت راح يكون هذا قرار نهائي لمحمد رغيس ولا راح يكون مجرد ممازحه للجمهور كما تعودنا على محمد رغيس في كل مره؟ حبيت نقول لكم باللي اخر مره راح نمثل في الجزائر، واسمحوا لي بزاف اذا ثقلت عليكم في البيوت الجزائريه والتلفزيون الجزائري. لكل بداية نهاية، بهذه العبارة أعلن محمد رغيس اعتزال التمثيل في الجزائر من خلال فيديو مصور. جاء قرار لتفاجأ له الجميع، لكن ما لا يعرفه الكثيرين أن وراء هذا الاعتزال قصة حزينة اسمها تقي الدين أخو رغيس اللي دخل مستشفى الأمراض العقلية، الشيء اللي أحبط محمد كثيرا. برنامج كلوزر بط اتصال حصري مع محمد رغيس وين قال أنه أهم ما يبحث عنه حاليا هو راحة البال. بكل صراحة ما عندي حتى تصريح أو تصريحات، اللي قلته تحمل مسؤوليته. نقول لكم رمضان كريم إن شاء الله، أتمنى لكم حياة سعيدة إن شاء الله والنجاح لزملائي بكل تواضع. ما نقول لا ممثل ولا مشروع ممثل كبير ولا كنا نحاول نكون ممثلين، محاولة رغم كل الصعوبات. ربي يشفي خويا تقي الدين في مستشفى أمراض العقلية بليدة. ربي يفك يغلب كل واحد. صار العلامة من تونس لفرنسا باش تكمل بقية شهر رمضان الفضيل مع العائلة ديالها. نعرفوا بلي كانت في تونس لمدة 15 يوم قبل رمضان، كانت تحضر لمسلسل مشاعر في الجزء الثاني والمليونير. شفناها بلي تسجيل هاد العملين كان 15 يوم قبل شهر رمضان وكملوا التصوير في رمضان، ودوكا حبت تكمل بقية شهر رمضان في حضان العائلة ديالها. وبهذا إيمان يكونوا علنوا على
إتمام تصوير الحلقات الجايين، لكن لحد الآن المعلومات تعهد المسلسل راهي في سرية تامة وما زال ما حصلناش على ولا تفاصيل باش نعرضها لكم في كلوزر. نروح مشاهدينا الكرام إلى الخبر اللي شفنا تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فيه، وهو مرض الفنانة مليكة دمران. الفنانة القبائلية نقول مليكة دمران اللي عندها مدة وهي غائبة على الساحة، فنانين بزاف تفاعلوا معها ودعاوا لها بالشفاء، لكن شفنا أيضا تأثر الفنان تكفر إناس، ربما يعرفها ولا ربما تعامل معها من قبل، شفنا تأثر ديالو من خلال البوست اللي نشره على صفحته على الفيسبوك، لكن إيمان ولا واحد من الفنانين تطرق إلى المرض ديالها. طبعا مصادر كلوزر تحرّت على الموضوع وعرفت انه الفنانه مليكة مصابه بالكوفيد 19. نتمنى لها من هذا المنبر الشفاء وكل المرضى، ونقولوا باللي لازم الاخذوا بالحيطه والحذر، خاصه اننا في الموجه الثالثه من الكوفيد راهي شويه، يعني شفنا اصابات شفنا وفيات، لازم كامل ناخذوا الاحتياطات اللازمه حتى ما تكونش فيها يعني ازمه كبيره. مشاهدينا الكرام، في هذا رمضان كاين اعمال صوروها وتهناو منها، وكاين اعمال بداوا تصويرها، وكاين اعمال هذا وين راح يبداو تصويرها. صح يوسف، ودائما برنامج كلوزر حاضر في كواليس الاعمال وين ما كانت. هذه المره زرنا سلسله بلوسكي اللي بدات التصوير حاليا، لقينا بالفنانين وضحكوا لنا حصريا على ادوارهم في هذه السلسله بدات. بلوسكا يعني راح دور 100% كوميدي، بيرسوناج دو فتحي، فتحي هذاك الانسان اللي خفيف اللي ما عنده اوكان بيت في حياته، اسمه ريستورو اللي يدخل ليها يحاوزوه، ديسيدا باش ما يمشيش يخدم ليه ريستورو، جاتو لا شونس عاود ولا ويخدم في بلوسكاي، جابه يدير دراهم على جا لا شونس اللي ما عطينا في بلوسكاي، باسكو كيما نقولوا حنا اللي يخدم بزاف واللي يكون بيان في الخدمه يدوه لكندا، هو البيو تاعو باه يروح للغربه هذا ما كان. يعني هي البطوله راح تكون بيناتنا كاع، اوني دي جون، اسبري دو جون، كرياتيفيتي، بركه الخطره ماشي حنكون تونسي حنكون جزائري، راك تعرف كوميديا لازم يبدل منين داك خرج خرجه جديده، راح نكون انا هو لو جيرون في الريستورون. دونك هذاك لو جيرون اللي يهبل الخدامين اللي يبيع المعلمه راك تعرف هذه هي، اون ميم طون يكون كوميك. لو بلو سكاي يعني لو سيال بلو، لو سيال بلو تسمى راح تكون حاجه، باسكو علاش زعما المعلم من كندا ماشي منا، تسمى سي تانسبيغي زعما فواياج بلو سكاي. مختاريه معك اكيد بالك هكا، ما عرفتنيش بالحميسي فاطمه بشخصيه مختاريه في بلو سكاي، ان شاء الله تلقوني في دور جديد في شخصيه جديده، ان شاء الله نقدر يقدر الجمهور يحبها. طبعا هذا هو من اللي كان قبله وعود اللي ما وفاوش بالوعود تاعهم، لكن كل تاخيره فيها خير، ان شاء الله الجاي يكون احسن. هذه نعتبرها شخصية جديدة، طبعا تكون فام دوميناج في الريستورون، لكن شخصية تحب تقرعي، شخصية هي موجودة، هي تعكس أي شخصية في المجتمع الجزائري، كاين بزاف يحبوا تقرعي يحبوا كذا، وطبعا ما راناش نضرب به أي يعني منظفة أو فام دوميناج كما راني نقول في المجتمع، لكن هي شخصية كوميدية إن شاء الله تكون مليحة على الجمهور. بون الدور تاعي هو لانتيلو، انسان قاري شغل قريت بزاف، ولا غالب ما لقيتش خدمه بالقرايه تاعي، الوغ كنت نخدم انايا سيرفر مع ليكيب تاعنا هنايا في هذا المطعم بلو سكاي. اسم تاعي في المسلسل جيمي، فانا لعبت انسان قاري هنايا، الاحداث دائما تدور هنايا لداخل، كل يوم عندنا حكايه. نروحوا مشاهدينا الكرام للفيديو اللي تجال على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة مروة بوشوشة، هو في الحقيقة مشهد من حلقة في مسلسل يما في الجزء الثاني. الفيديو أو المشهد كامل شفته وهو فيديو الحقيبة اللي بمئة مليون. بكل صراحة يعني احنا حاولنا نتواصلوا مع مروة بوشوشة لكنها رفضت أنها تعلق على الموضوع قطعا، لكن كان لنا اتصال مع سيناريست يما الجزء الثاني. شحال هذا؟ Vu que t'es une bonne cliente, Mariam, هذا نخليه لك ب 5000. Je le prends. Très bien, بصحتك. أثر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثر مشهد الحقيبة سخرية الكثيرين وغضب الكثيرين في نفس الوقت. هذا كون مبلغ اللي شرت به مريم الحقيبة. نعم، توجد حقائب غالية جدا ومنها من تفوق 100 مليون سنتيم. ومن جهة أخرى، كلوزر بطل الاتصال بمؤلف العمل سفيان دحماني، واللي كانت له وجهة نظر خاصة. ثمن الحقيبة اللي أثر جدل نحكيه دراميا أنه موظف في مسلسل هي ابنة
مشاهدينا، رمضان ما يجوش بلا بوراك وبلا شربه. في الاعمال التلفزيونيه ما ولفناش ندوزو رمضان بلا الفنان القدير صالح قرود. هذا العام حاب يصوم على الاعمال الرمضانيه وين خلى المشاهدين المتتبعين والناس اللي تحبوا انه يتوحشوا في هذا رمضان. شفنا باللي الفنان القدير رفض عده اعمال تعرفوا عليها في هذا التقرير. هذا العام قرر الممثل صالح قرود يغيب على الشاشه الرمضانيه كليا. قرار أكيد ما كانش سهل عليه ولا على المتفرجين اللي افتقدوه في مسلسل عاشور العاشر في هذا الجزء، وحتى برنامجه مع الشاف رشيد طحنوت الخاص بالطبخ في هذا الموسم اعتذر على تقديمه. لكن اللي ما يعرفوش المتفرج أنه صويلح تلقى عروض تمثيل كثيرة، خاصة بعد ما خرج وأعلن أنه راح يكون هو الملك عاشور العاشر. ومن بين هذه الأعمال نذكر دور بطولة في مسلسل الفكاهي كان يحضر ليه المنتج عامر بهلول، إلا أن السلسلة توقفت وما شافتش النور بعد اعتذار صالح قرود. مسلسل المليونير تم عرضه عليه أيضا، وفي آخر لحظة تراجع عليه صالح قرود. موشا ولا كازا ديال كمال أعمال تعرضت على صويلح وقرأها بالفعل لكنها اعتذر عليها في آخر لحظة، وصولا إلى مسلسل الدرامي فاقد الشيء للسيناريست فاطمة وزان. مشاهدينا الكرام، من صالح قرود الى الفنان الجزائري العمري كعوان اللي تفاعلوا معه الجزائريين هذا العام بطريقه غلطه. علاش ايمان؟ لانهم شافوا التصريح ديالو في احد المقابلات اللي قال يتقاضى فيه من 800 مليون الى مليار و200. لكن ايمان، يا هل ترى هذا الشيء صح ولا لا؟ أثار تصريح للممثل العمري كعوان في برنامج إحنا في رمضان موجة من ردود الفعل في الوسط الفني وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعد ما كشف عن الأجر اللي يتقاضاه بعض الممثلين مقابل أعمالهم التلفزيونية. تاع العمل من 800 مليون حتى المليار و200. وكان كعوان صرح بالحرف الواحد وقال خلال البرنامج نخلص مليار و200 سنتيم بعد إصرار مقدمة البرنامج على معرفة الأجر ديالو، إلا أن الكثيرين وعلى ما يبدو ما كملوش مشاهدة الفيديو حتى النهاية. في آخر الفيديو يقول العمري: يا ناس رانا نخلصوا قيس منشروا الحليب والخبز وكسر وال العيد. هذا السؤال تقولي شحال تخدموا؟ احنا نخدموا باش ناكلوا ونعيشوا. ثاني قلت لك نخدموا باش ناكلوا ونعيشوا، يعني باش تشري الحليب وتشري الخبز وتشري سروال تعيط فيه. برنامج ما تقول حتى واحد ليه سفيان داني، ولفنا انه وين يكون حاضر سفيان داني؟ حيكون عادل شيخ او عدوله كما هو معروف. هذه المره غاب عدوله عن البرنامج ما تقول حتى واحد لاسباب نتعرفوا عليها في هذا التقرير. استصعب الكوميدي عادل عدولة على أن يلتحق بفريق برنامج التولك شو ما تقول حتى واحد اللي قدمه سفيان داني. وقال عادل في تصريح حصري لكلوزر مباشرة بعد العودة ديالو من تونس أنه يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى راحة طويلة، وهذا بعد أكثر من 3 شهور خدمها في تونس لتصوير مسلسل مشاعر 2 المليونير ودبلاج دور ديالو في سلسلة دقيوس ومقيوس في موسمها الثالث. وكان اسم عدولة أول اسم اقترح حالة طاولة إعداد البرنامج، إلا أنه ظهور مشروع مسلسل المليونير غير كامل حسابات عادل شيخ وخلاه يضطر للبقاء في تونس. تجدر الإشارة إلى أنه عادل شيخ قدم خلال الموسم الرمضاني 2021 أدوار متنوعة ومختلفة أشد بها الجمهور، حيث قدم شخصية محمود في مسلسل مشاعر والويفي في مسلسل المليونير والبوس في سلسلة دقيوس ومقيوس. مشاهدينا الكرام، في حلقتنا لنهار اليوم راح نروح تاني من الجزائر إلى العالم العربي مع ماريتا الحلاني وبلقيس فتحي. فجأة الفنانة اليمنية بلقيس جمهورها بعد ما سألوها في أحد البرامج التلفزيونية عن سبب عدم ظهورها هي وزوجها معا مؤخرا بعد ما كان يرفقها في كل تحركاتها ورحلاتها. قالت ما نقدرش من التفاصيل أكثر، واكتفت بالقول أنها رفعت قضية خلع في المحاكم الإماراتية من زوجها رجل أعمال السعودي. وقالت أيضا ما تقدرش تهدر أكثر في الموضوع لأنه بينهم أجمل هدية في العالم وهو ابنهم الوحيد تركي، وجاء خبر الخلع بعد زواج دام 4 سنوات وكان حفل زفافهم أسطوري نظرا للتحضيرات
الضخمة اللي تميز بها وسط مدينة دبي، وين عاودوا داولوه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. لفتت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني الأنظار، وهذا في مسلسل 2020 بأدائها العفوي والتلقائي، حققت نجاح ملحوظ خاصة وأنها تجربتها الأولى في التمثيل، وجسدت ماريتا شخصية سعاد اللي هي بنت شابة فقيرة تعمل مع أحد مهربي المخدرات واللي اسمه صافي، وجسد دوره الممثل السوري قصي خولي. ظهرت في العمل على طبيعتها من دون مساحيق تجميل، وهذا الشيء اللي خلى المشاهدين يركزوا على موهبتها التمثيلية ماشي على شكلها الخارجي. بالرغم من أنه ماريتا ما كانتش عندها مساحة كبيرة في العمل، إلا أن المشاهدين تفاعلوا معها على مواقع التواصل الاجتماعي وحبوا إطلالة الممثلة اللي عرفوها كمغنية. من الوطن العربي نعود ونرجع بكم للجزائر، هذه المرة لمواقع التواصل الاجتماعي وشو صاري فيهم، مش كان دي كلاش ولا وش كان جديد ولا وش كان انتقادات لستاتيو تاع الفنانين، راح نشوفهم في هذا الورق. نسخة عربية من مسلسل إليت واللي راهم يصوروه في الأردن بعنوان مدرسة الروابي للبنات، وراح يعرض قريبا على نتفليكس في شهر ماي. بشكل ملفت احتفل محرك البحث العالمي جوجل اليوم بالذكرى 75 لميلاد الفنان المصري الراحل نور الشريف اللي استحوذ على قلوب الجماهير لما يقارب 40 عاما. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من تصوير كواليس صراع العروش مع الممثل مات سميث وإيما دراسي، واللي الدور أحداثه قبل 3000 عام من أحداث صراع العروش. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لنهار اليوم. إيمان وش نقول للمشاهدين؟ نقول لهم قد أوفياء لتلفزيون لينا، احنا تلاقاو غدوة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نقول لكم الصحة، افطركم سلام.